بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من هداف، يوم جديد واحداث وتفاصيل هامه خلال الايام والساعات الماضيه. كتاب تاريخ الاهلي صفحاته لا تنتهي، برونزيه مونديال الانديه من نصيب الاهلي للمره الرابعه من اصل 9 مشاركات. الاهلي يكتب التاريخ ويحقق برونزيه مونديال الانديه ويصبح اول فريق عربي وافريقي يتوج بالبرونزيه 4 مرات على الاطلاق. على الجانب الاخر، نادي الزمالك تأهل رسميا لربع نهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع سجرادا الأنجولي، وأصبح في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي الكونفدرالية. تحضيرات السوبر المصري في ثوبه الجديد، عندنا يوم الاثنين إن شاء الله مباريات نص النهائي بيراميدز وفيوتشر والنادي الأهلي وسيراميكا، ويوم الخميس المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث. كل التفاصيل وكل الكواليس هنتكلم فيها مع ضيف حلقتنا اليوم، نجم مصر والنادي الأهلي السابق كابتن عبد الله فاروق. يا كابتن عبد الله مساء الفل واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا محمود، عامل ايه حبيبي؟ اخبارك ايه؟ بص، هو يعني هل تحقيق البرونزية بالنسبة للنادي الأهلي في الوقت الحالي ده او في البطولة دي بالتحديد انجاز ولا اخفاق؟ بالنسبة لي اخفاق. ليه؟ انت بتتكلم، احنا يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والناس اللي منتمي النادي الاهلي، البرونزيه بالنسبه لهم دي حاجه عاديه. بتتكلم ان انت واخدها 3 مرات، عامل ماتش عالمي على اتحاد جده، مش عارف ايه اللي حصل في ماتش فلومينسي بقى، معلش مع احترامي ليهم، فرقه محترمه جدا وفرقه كويسه، بس بتتكلم في اعمار 40 و43 معدل اعمار، فطبيعي ان انت احسن منهم في الماتش. الطبيعي ان انت تبقى نازل اشرس من كده شويه، اقوى من كده شويه، كان سهل بالنسبه لك تلعب نهائي مع السيتي. طيب يعني تقييمك بشكل عام لاداء الاهلي خلال البطوله، يعني الاهلي لعب 3 لقاءات، فاز في مباراتين وخسر مباراه، تقييمك لاداء الفريق بشكل عام خلال ال3 لقاءات؟ ماتش اتحاد جده كان ماتش هايل جدا. تعالى على ماتش اللي بعديه فلومنسي، لا ما فيش، مش النادي الاهلي ما كانش موجود، انا بالنسبه لي ما كنتش شايف اي حد موجود، ما كانش حد فارق كتير. صحيح. يعني ما كانش بالمستوى المطلوب في ماتش فلومنسي خالص. طول بقى ما يعني انا من وجهه نظري شايفها انانيه زياده على اللزوم من بعض اللعيبه في الموجوده. عايز يضرب رقم قياسي، عايز يبقى اكتر لعيب في النادي الاهلي جاب اهداف، فكان في شويه انانيه، في حين ان هو لو كان عمل باص او 2 او 3 في ال3 4 5 هجمات بتوع الشوط الاولاني، انت كنت خارج الشوط الاولاني مستريح 2-0 3-0. فما تفهمش طبعا، كده كده ده طبيعي ان النادي الاهلي محتاج فيرود، طبيعي جدا 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 جدا، لان هو في الماتش ده بالذات لو كان في فيرود بيقدر يستغل الفرص، كان كتير قوي فرص كهرباء وفرص لحسين وفرص لكذا لعيب، لو فيرود موجود في المكان مكانه كان زمان الماتش اسهل بكتير. في الوقت الحالي هل النادي الاهلي محتاج يعني مهاجم اجنبي، ولا في لعيبه في الدوري المصري ممكن يفرقوا مع النادي الاهلي في المركز ده؟ يعني انا بالنسبه لي مش شايف حد فالت قوي او اللي هو لافت النظر في الدوري المصري او لعيب مصري ان هو الاهلي يعتمد عليه في الحته الهجوميه. يعني انا يعني كهربا من اعتقد ان هو مش مركزه كمان، بالظبط، يعني هو مش مركزه. صحيح. ومؤدي فيه بشكل احسن من فراده كتير قوي في الدوري المصري. صح. فهو النادي الاهلي محتاج فرويد اجنبي سوبر يقدر يترجم اداء وشكل النادي الاهلي في الماتشات والهجمات، ان هو يقدر يستغل الفرص اللي بتوصل للنادي الاهلي. يعني صحيح. طيب الاهلي في اول الموسم فقد لقبين، بنتكلم عن السوبر الافريقي وبعد كده دوري السوبر، فجمهور الاهلي مش هيقبل ان الاهلي يفقد بطولات تاني في الفتره الجايه. طبعا كاس العالم للانديه مش يعني الاهلي ما بيبقى رايح البطوله، ما بيبقاش عينه قوي على تحقيق البطوله، او يعني بيبقى الهدف ان انت تحقق انجاز جديد يعني. لكن مارسيل كولر بيعمل اللي عليه مع الفرقه، والفرقه بتوصل كتير، وزي ما حضرتك ما قلت انه الاهلي محتاج مهاجم يترجم الفرص الكتيره دي. فتقييمك لمارسيل كولر بشكل عام في الفتره الاخيره، وهل يعني كولر محتاج انه يطور من بعض الامور في الفرقه، وهل محتاج انه يجدد دوافعه تاني مع الفرقه؟ كولر مأدي بشكل كويس جدا وعامل شغل كويس جدا، بدليل في لعيبه كتير قوي في الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت ما كانتش فايقه او ما كانتش بالشكل المطلوب، لا السنه دي فارقين جدا. يعني بتتكلم في محمد هاني،
كان في انتقادات كبيره جدا على محمد هاني السنه اللي فاتت. لا السنه دي وبيرسي تاول مع عمر سليم وبيرسي تاول اصلا اللي هو موسيماني جايبه وبيعتمد عليه ما كانش بالمستوى اللي موجود بيه دلوقتي مع كولر. حسين الشحات، كهربا، يعني كذا لعيب موجود، فهو لا هو عامل اللي عليه ومؤدي بشكل كويس وشغال كويس. بس هي زي ما قلت لك هي محتاجه برضو ايه، هو الراجل محتاج فيرويد، فلازم تجيب له فيرويد كويس سوبر يقدر يعتمد عليه ان هو يبين له شغله في الملعب او يبين الاداء اللي موجود الجماعي اللي موجود جوه الملعب. يعني هتفرق معاه كتير. طب هل في فرق بين كولر الموسم الماضي والموسم الحالي على مستوى تركيزه مع الفرقه او الاداء اللي بيقدمه الفرقه معاه؟ لا انا شايف الاداء ثابت، يعني الاداء مؤدي بشكل كويس جدا. يعني ان انت تخسر بطولتين في اول موسم ده بالنسبة عادي، ده كارثة يعني. هو بالنسبه للاهلي كارثه، بس انت بتتكلم في طبيعي ان انت اللعيبه موجوده بالذات النادي الاهلي. انت بتتكلم في 8 9 بطولات بيلعب فيهم كل سنه. اللعيبه ما بتاخدش راحه. يوم ما بيبقى فيه يوم ولا اتنين اجازه باللعيبه بيبقى فيه فرح بالنسبه لهم. فده طبيعي ان يبقى فيه اجهاد، فيه لود على اللعيبه. يعني طبيعي ان انت اعتقد ان انت ممكن تخسر بطوله او اتنين، وده مش مسموح في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، بس ده شيء بس طبيعي. بس اكيد مش كل البطولات اللي هتدخلها هتكسبها، اكيد في حاجه في النص بسبب الاجهاد والضغط بالظبط هتقع. يعني بص، هو انت داخل في النادي الاهلي عامه، انت اي بطوله داخلها بيلعب لازم تاخد البطوله ايا إن كان انت بتلعب فين او مع مين او اسماء الفرق اللي بتلعبها ايه. بس الطبيعي ان انت هيبقى في اخفاق بطوله او اتنين بسبب اجهاد، ضغط مباريات، كل يومين ماتش، كل ثلاث ايام ماتش، فده بيبقى في اجهاد على اللعيبه. يعني انت بتتكلم في كاس العالم للانديه لعب 3 ماتشات على مستوى عالي جدا، النهارده من طالع من السعوديه على الامارات هتلعب سوبر، فكل ده ضغط وسفر واجهاد فطبيعي ان انت يبقى في بطوله او اتنين في النص كده تخفق فيه. طيب على مستوى اسماء اللعيبه اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي، مين الاسماء اللي من وجهه نظرك ما تستحقش تكون موجوده في النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ لا كتير. في كتير. اديني اسم او اتنين من غير اسماء. مراكز حاجة. طيب يعني ايه المراكز اللي انت شايف ان الاهلي محتاج فيها تدعيمات؟ زي ما قلت لك ده اول حاجه مهاجم واهم طبعا. حاجه صحيح. ده مهاجم. تمام. انت محتاج، انا بالنسبه لي انا محتاج جناح شمال ضروري جدا، على الاقل يبقى مع حسين. على الاقل يبقى مع حسين. طاهر وعبد القادر، عبد القادر تقريبا بره الصوره خلاص يعني ما دخلش كاس العالم. عبد القادر يعني انا مش عايز اقول زي ما انا قلت لك، مش عايز اقول اسامي. بس انا بكلمك عبد القادر خد فرصه واثنين وثلاثه وعشرة ومليون، يمكن اكتر لعيب في الجيل الحالي واخد فرص. فرص كتير وما كانش بيظهر بالشكل المطلوب خالص. يعني كاس العالم للانديه انت بره، في ولاد صغيره محطوطه في القايمه وانت بره خالص. فاعتقد ان انت يعني ضيعت نفسك. بالنسبه لي في لعيبه كتير بقى يعني من بدون ذكر اسماء، لا ما تستحقش تلبس التيشيرت النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي محتاج باك ليفت جدا. علي معلول لما بيغيب، كريم الدبيس اولاد صغير بيأدي بشكل كويس. بس انت محتاج حد معاك، انت محتاج واحد زي علي معلول. وعلى فكره من طلبات كولر في الصفقات الجديده مع المهاجم طالب برضو في الناحيه الشمال لاعب يعني. ما انت محتاج ناحيه اليمين كان فيها مشاكل، لا هاني رجع بقى كويس. اكرم رجع من الاصابه، هاي ان شاء الله مستواه هيرجع. فانت ما اعتقدش ان انت عندك مشاكل كتير في الحته دي. مودست رايك فيه ايه؟ ما ظهرش لحد دلوقتي. ما جاش. هو لا هو ظهر نزل دقيقتين وطلع تاني. لا ما جاش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا ما جاش. ما هو مش سيبك من الدقيقتين اللي بتوع كاس العالم، ما انت بشكل ظهر في الدوري، ظهر في كاس، ظهر في السوبر. ما جاش. انا بالنسبه لي هو ما جاش ولا من بروسيا ولا من فرنسا بلده. هو ما جاش لسه. يعني هو بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها الافضل انه يرحل، ولا ممكن الاهلي يطلعه مثلا اعاره يستفيد منه؟ استفيد منه انت ماضي مع سنه. وبعدين سنه كمان ما يساعدش على سيبك من حاجات السن. هو سنه 35 سنه، سنه كبير. بس في لعيب الشناوي 35 سنه بس هو بدنيا ما فيش. هو بدنيا مش هو لسه ما جاش. هو ما تقدرش بقى تقول مش عارف يتاقلم. الجو مش جو الدنيا، مش عارف يخش جوه لعيبه لعيبه النادي الاهلي، ما تعرفش الاسباب ايه. لكن هو بالنسبه لي او بالنسبه لجميع النادي مودست ما جاش. ما وصلش مصر. صحيح. ما يعني ما شفتش اسوء من كده. طيب يبقى احنا خلينا متفقين ان في الوقت الحالي الاهلي محتاج مهاجم جدا، وهنقول يعني باك شمال. تمام. مراكز ايه تاني الاهلي ممكن يحتاج فيها الفتره الجايه؟ جناح شمال مع حسين. في ظل عبد القادر خلاص مش موجود. صانع الالعاب. طيب بنشوف قفشه ما بيشاركش كتير مع الاهلي. هو الراجل ما بيعتمدش على صانع الالعاب.
هو الراجل بيلعب ب 4-3-3 صحيح، وواضحه وصريحه من اول ما جه ما بيغيرش طريقته صح. حمدي تشال دخل مكانه امام عاشور ومادي بشكل هايل، ديانج بيتشال بينزل كوكا مكانه بالظبط، ما هو مادي بشكل هايل، امام يعني مادي بشكل هايل، بيعرف يربط ما بين الخط النص طيب. والمهاجمين في الحاله الدفاعيه بيشتغل كويس وفي الهجومات بالظبط، وبيكمل في ورا المهاجمين وبيجيب اجوان وبيشوط وبيعمل قلق ولاعب كويس وبيعرف يعدي واحد على واحد، فهو ما ادى بشكل كويس. وما اعتقدش ان الاهلي محتاج صانع العاب، يعني حتى انت لما بتحتاج قفشه بتنزله ما بيلعبش صانع العاب، بلاقيه على طول بينزل جنب مروان او جنب كوكا، فخلاص هو الاهلي ما بقاش محتاج، انت بتلعب 4-3-3 صريح، فانت مش محتاج صانع العاب خلاص، فمش محتاج ان انت تدور على صانع العاب ان انت تتعاقد معاه، لكن طبعا محتاج جناح وراس حربه، ده شيء اكيد صحيح. طب يعني حراسه المرمى، يعني بشوف الشناوي عليه ضغط كبير الفتره الاخيره وده ممكن يسبب له اجهاد، شفنا في الماتش الاخير اتصاب كتير وقعد كتير في الملعب، فهل الاهلي يتعاقد مع حارس مرمى ثالث مع مع الشناوي ومصطفى شوبير؟ لا ليه؟ لان انا يعني بص، انا كنت شغال في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، مصطفى شوبير كان من الفرقه بتاعتي، كان الحارس المرمى بتاع الفرقه بتاعتي. مصطفى شوبير من احسن الحراس اللي موجوده في مصر. صحيح، سيبك بقى من هو ابن كابتن شوبير، لا لا انت لما شفته الكلام ده في افريقيا ادى طبعا، من احسن الحراس اللي موجوده في مصر، ولو خد هيبقى زيه زي الشناوي. صحيح، مع فريق بقى طبعا السن وفريق الكلام ده، مع الوقت الخبرات بتيجي بالظبط، هيبقى زيه زي الشناوي. حمزه علاء حارس مرمى مميز جدا مع المنتخب الاولمبي، ادى اداء قوي جدا، وهو مع النادي الاهلي كمان موجود معانا برضو في قطاع الناشئين في 2001، هو مولد 2001، مأدي بشكل كويس جدا وعامل مواسم رائعه، ومع المنتخب الاولمبي مع ان هو ما بيلعبش ولا ماتش في الفريق الاول في النادي الاهلي، وانت عارف ان المباريات بتجيب اللعيبه والحراس، ما بيلعبش، بس هو خامه كويسه، ما بيلعبش ولا ماتش، بيروح يلعب مع المنتخب بيأدي اكنه موجود في الملعب، ما بيخرجش، فهو حارس مرمى هايل. فالنادي الاهلي عنده ثلاث حراس من احسن الثلاث حراس الموجوده في مصر. صحيح. طيب على مستوى اعتذار الاهلي عن عدم المشاركه في كاس الرابطه، شفت الاعتذار ده ازاي؟ وهل ده بسبب الاجهاد ولا بسبب ان الاهلي يعني مش عايز يعني يعمل قصه انه انا بشارك في بطولات كتير فمش عايز اللعيبه تبقى مشتته؟ لا، ما لهاش علاقه بالتشتيت، دي علاقه بالاجهاد اكتر. بالظبط، يعني انت الموضوع ان انا مش متمو داخل الاهلي بيلعب في كاس عالم انديه ودوري وكاس وسوبر وافريقيا كل ده تشتيت، انه كان ممكن يلعب بفريق شباب مثلا يجرب اسماء هو جديده، مش محتاج ان هو يلعب في فريق شباب. هو راجل، هم يا بص، عشان النادي الاهلي ياخد قرار زي ده بيدرس كويس جدا. صحيح، بقى في اجتماعات لجنة التخطيط ولجنة الكورة ورئيس النادي واعضاء مجلس الادارة، وبيبقى في اجتماع واثنين وثلاثة، فالنادي الاهلي ما بياخدش قرار الا لما بيبقى درس كويس جدا. انا خلاص انا قاعد وعملنا اجتماع واتكلمنا ودرسنا ان في اجهاد على اللعيبة، فان انا بقى ازود عليه بطولة كمان ولما ادخله البطولة هطالبه ان هو ياخد البطولة، فهيبقى في اجهاد كبير. صحيح، مش اللعيبة مش هتأدي بالشكل المطلوب او بالمستوى المطلوب. في لعيبه كتير وفي لعيبه كويسه جدا، بس انت انا بقول لك طالع من السعوديه على الامارات، ومن الامارات هترجع على الدوري، ومن الدوري هتروح تلعب في افريقيا، نص الفرقه رايحه افريقيا، فانت او اكتر من نص الفرقه كمان. بالظبط، انت بتتكلم في 12 لعيب يعني واخد الفرقه الاساسيه بالاحتياطي بتاعها. صحيح، فاهم قصدي؟ فانت اجهاد، ما كل ده اجهاد، ومن سفر لهنا لسفر هنا لسفر هنا، وشوف بقى يعني قد الساعات اللي الاهلي بيسافر فيها يعني افريقيا دي بال 10 ساعات و12 ساعه و8 ساعات و7، فكل ده اجهاد، فهروح مرجعه من افريقيا اروح ملعبه كاس الرابطه وكاس مصر والدوري ومش اجهاد. والجماهير مش هتسمح ان الاهلي يخش بطوله ما ياخدهاش، حتى لو بفريق الشباب طبعا، حتى لو بالولاد الصغيره اللي هم عندهم 10 سنين. والله العظيم ما هو كده في النادي الاهلي كده، انت الجماهير انت مطالب اي بطوله او اي ماتش تخش لازم تكسبه او صحيح. تاخده. طيب على مستوى السوبر المصري شفنا شكل جديد للبطوله، هتبقى يعني اربع فرق بيشاركوا، نص نهائي ونهائي، اول مره البطوله في شكلها الجديد، وهتتلعب في ابو ظبي خلال اليوم الاثنين ويوم الخميس. رايك في شكل الجديد للبطوله، وهل الافضل انها كانت تتلعب مباراه واحده زي ما بيتلعب زمان، ولا الشكل الجديد ده فيه تنافس اكتر؟ ما ده طبيعي. الشكل الجديد ده طبيعي، حاجه طبيعيه جدا. ليه؟ لان انت زودت كاس الرابطه. صحيح، مع كاس مصر مع الدوري. تمام، فانت بتتكلم في ثلاث بطولات، وليه العب سوبر ما بين اهلي وما بين قصدي بطل دوري وبطل كاس؟ طب وكاس الرابطه راح فين؟ ما انت زودت بطوله، فلازم تغير النظام. ف
فانت غيرت النظام خلاص، بالتشاكي بقى بطل الدوري وبطل كاس وبطل كاس الرابطه وما اعرفش الثاني الدوري ولا ايه، فبيخشوا الشكل الجديد. الشكل الجديد هيبقى فيه زياده في الماتشات، انت بتلعب ماتشين قبل نهائي وماتش نهائي وماتش ثالث ورابع، وهيبقى فيه زياده في الماتشات، بس ده طبيعي ان انت زودت بطوله فلازم هتزود او تغير الشكل السوبر عشان يبقى فيه تكافؤ فرص ما بين الفرق كلها. على ذكر تكافؤ الفرص، يعني كابتن هاني سعيد مدير الكره في بيراميدز قال انه لو وصلنا للنهائي والاهلي هيلعبنا في النهائي عايزين حكام اجانب، فرايك في القصه اللي دايما بتبقى موجوده انه لما بيبقى مثلا مباراه طرفها بيراميدز والاهلي او اهلي وزمالك او بيراميدز وزمالك، دايما بيتم طرح قصه ان احنا نلعب بحكام اجانب؟ حاجتك فاضيه. ليه؟ يعني عندما الاهلي والزمالك لعبوا كذا ماتش بحكام مصريين والامور معديه بشكل كويس جدا، وبيراميدز والاهلي وبيراميدز لعب حكام مصريين والامور برضو معديه بشكل كويس جدا، وبيراميدز والزمالك برضو بيلعبوا كذا ماتش والحكام مصريين والامور هاديه فانا ليه حكام اجانب؟ اتظلمت في ايه من حكام مصريين؟ ما يعني الحكم الاجنبي لما بيجي ما هو بيغلط نفس الغلط بتاع الحكم المصري. ضربه جزاء ليك ممكن ما يحسبها لكش. صحيح. وما بتطلعش تعقب عليه. وهتقبل الغلط مش هتتناقش فيه. ما بتتكلمش فيه ولا بتعترض ولا بتعمل اي حاجه وبتقبل الغلط وانت ساكت. طب ليه ما عملتش كده مع الحكام المصريين بتاعتي؟ ليه يبقى انا ولاي على طول ان انا اجيب حكم اجنبي او ان انا اجيب حد مره؟ ليه بفكر في يعني الشماعه اللي علق عليها بالظبط؟ ليه؟ طب ما خلاص هو حكم ايا كان الحكم اللي هتحط لي هلعب بيه، انا مركز مع فرقتي بشتغل معاهم بشكل كويس. اكسب الاول واصعد نهائي وبعد كده اشوف. خلاص. وبعدين ما انت يعني ما هو الفرقه والحكم مش هيغير لك حاجه او مش هيعمل لك حاجه. خلاص انا مركز مع فرقتي. صحيح. بشتغل معاهم بشكل كويس، بديهم التعليمات بتاعتي، بديهم كل الكلام، وحاله اللعيبه في الماتش بتبقى عامله ازاي. طب ما انت في الاول خالص، اول ما بيراميدز اتعمل، اول ما بيراميدز اتعمل خالص كسبت الاهلي ماتشين. صحيح. بحكام مصريين. ليه ما اعترضتش على الحكام؟ في الكاس لما مش عارف كسبت الاهلي ليه ما اعترضتش على الحكام؟ لما بدات تخسر من الاهلي عايز اجيب حكام اجانب؟ مش فاهم. وانا لما بكسب بتبقى حاجه كويسه، ولما اجي اخسر يبقى انا الحكام ظلمتني والحكام عملت فيا؟ طب ليه بيراميدز ما حققش بطوله لحد دلوقتي؟ يعني عنده ما شاء الله سكواد يعني يغزو افريقيا بيه، ليه لحد دلوقتي بيوصل لنهائيات وما بيقدرش يحقق بطولات؟ ما انت بتتكلم في لعيبه ما عندهاش طموح ان هي تاخد بطولات. مع انهم اغلبهم لعيبه اهلي وزمالك ومنتخبات، يعني لعيبه جايه اصلا من بطولات، يعني اغلب لعيبه بيراميدز معاها بطولات. حلو. انت يعني مفيش دوافع جمهور؟ ماشي، مفيش دوافع، مفيش جمهور، انت بتتعامل مع لعيبه بدلع مش طبيعي رهيب. انا بيجي لهم لبن من عصفور طبعا. بالظبط. اللي بتطلبه بتلاقيه. طب مش فاهم. هعاقب امتى؟ انا دخلت بطوله واثنين وثلاثه ولعبت نهائي هعاقب امتى؟ طبعا اللي بتتكلم في النادي الاهلي لما خسر 5 من سان داونز في المجموعات وفي الاخر الاهلي خد البطوله، بتتكلم في عقاب خصم 10% من العقود. يعني مش خسر ماتش بس مش بطوله. ماتش. انا بقول لك وخدت البطوله في الاخر. يعني انت خسرت 5 في دوري المجموعات وخدت البطوله في الاخر وبرضه تعاقبه. في مجلس يعني اداره موجود بيتابع. ما اعتقدش ان بيراميدز في البطولات اللي بيخسرها ما بيعملش عقوبات، ممكن يكون ما بيعلنش، لكن ممكن في الغرف المغلقه بيكون بيعمل عقوبات على اللعيبه يعني. بس برضو زي ما انت حضرتك بتقول هنرجع ونقول حتى لو بيعمل عقوبات برضو الفرقه ما بتحققش بطولات. انا ما اعرفش. انت تعرف؟ لا ما بيعلنوش طبعا. انا ما اعرفش. طب ما ممكن ما يكونش عامل عقوبات. صحيح. زي ما انت بتقول ممكن يكون عامل وممكن ما يكونش عامل. صح. بس هو لو عامل هيقول. خصم 10% 1% 20% 100% من عقد لاعبين بيراميدز لعدم الجديه في البطوله او لعدم ان انا عايز اكسب البطوله. ده طبيعي هيتقال. زي ما الاهلي بيطلع كل لعيب مخصوم له ايا كان الرقم اللي بيتحط طبعا على العقوبات دي على طول. ليه؟ عشان خسر ماتش 5 ومش النادي الاهلي اللي يخسر 5 من سان داونز او من ايا كان. صحيح. فما ده طبيعي. يعني انا عايز اقول لك ان بيراميدز لسه خسران من يومين من سان داونز في مصر، ما سمعناش فعلا عن اي عقوبات خالص خالص، وممكن يخرج من البطوله. صحيح. سمعت عن حاجه؟ هو غالبا ترتيبه اخير في المجموعه. هو دلوقتي بيراميدز عنده بتتكلم في 4 نقاط في المركز الاخير بالتساوي مع نوازيبو الموريتاني.
صحيح. سمعت عن موقفه بقى صعب في المجموعه طبعا جدا، سمعت عن اي عقوبات، سمعت عن اي حد بيوقف اللعيبه او ما في، انا ما سمعتش عن اي حاجه. صحيح. ماتش عدى خلاص خسرنا، يلا نشوف اللي بعده. ماشي نشوف اللي بعده ونركز في اللي بعده وكل حاجه، بس لازم يبقى فيه لازم وقفة. يبقى فيه عقوبات مع يتم اعلانها علشان اللي جاي بعد كده، لازم يبقى فيه وقفه. انا مع يعني انا اخد من لعيبتي ازاي اللي انا عايزه، ما لازم ان انا اعاقبهم. صحيح. او لازم ما يعني انا دلوقتي قايل على حاجه معينه ما اتعملتش، عقاب. صحيح. لا ما انا قايل على حاجه معينه ما اتعملتش، خلاص معلش حبيبي تعملها المره الجايه. لا مش هعملها لك المره الجايه. طيب رمضان صبحي دايما بيتردد اسمه عن انه يرجع الاهلي او انه يروح الزمالك، هل رمضان ممكن يرجع الاهلي؟ ما اعتقدش. هو التاريخ بيقول لا، يعني بالزبط. الاهلي تاريخيا بيقول لا، ما اعتقدش. طول ما في كلام على الزمالك بقى، دي حاجه بتاعته. دي حاجه ترجع له هو لرمضان شخصيا. اكيد في تفاوض مع نادي الزمالك مع رمضان. هيفيد الزمالك في المرحله الجايه لو راح الزمالك فنيا؟ هل الاجواء حواليه مناسبه ان هو يفيد؟ هو حاليا مع بيراميدز ما اعتقدش انه قدم حاجه، ما عملش حاجه. ما يعني وهو رايح قال طموح وهاخد بطولات وهعمل، لحد دلوقتي ما حققش حاجه، ما فيش ولا بطوله، سنتين ولا ثلاثه ما اعرفش، ما فيش ولا بطوله، خسروا ثلاث اربع بطولات وصلوا فيها للنهائي وما حققوش حاجه. صح. فالاجواء بقى مناسبه في نادي الزمالك ان انت، هو الاجواء مناسبه يعني في جمهور وفي ضغط وفي كل حاجه زي النادي الاهلي، على البطوله، بس في ممكن يبقى في مشاكل جوه النادي ما حدش عارفها. مو انت عايز يعني انت دلوقتي الكويد لسه ما تفكش، ما هو رمضان لو راح هيبقى طبعا القيد خلاص اتحلت الازمه دي. هو انت عشان تجيب رمضان لازم تحل ازمه القيد وبعد كده تشتري لعيبه، يعني هتعمل كده ازاي؟ هتمشي زيزو، ده عشان يجيب لعيبه، لكن ازمه القيد خلاص شبه قربت تتحل. انت عشان تجيب لعيبه انت هتجيب رمضان هتدي له فلوس منين؟ اكيد مجلس الاداره فيه رجال اعمال هيوفروا فلوس طبعا. ما ماشي، يا ريت نتمنى، انا ما عنديش مشكله. انا بصراحه ما اتمناش ان زيزو يمشي، هياثر كتير على الفرقه يعني جدا. هو زيزو نص الفرقه دلوقتي. صحيح. بس انت بتتكلم في 11 مليون دولار. صح؟ ده مبلغ يغري طبعا. تجيب بيه تعمل سكواد بيه على يعني سكواد قوي جدا لنادي الزمالك. صح؟ فما انت عشان تمشي زيزو ما يبقى انت جبت لعيب كويس جدا ومشيت لعيب كويس جدا جدا. فيبقى انت ما استفدتش حاجه. انا عايز اجيب لعيب. صحيح. مع اللعيبه اللي عندي. يعني اجيب شويه لعيبه كويسه جدا مع اللعيبه اللي عندي عشان اعمل فرقه كويسه عشان ارجع انافس تاني. صحيح. النادي الاهلي والبيراميدز والاسماعيلي والتعاد وجميع الفرق المصريه على دوري وعلى كاس وعلى رابطه وعلى افريقيا. فما هو انا مش هينفع اجيب لعيبه كويس ومشي لعيبه كويس، لازم تحافظ على قوام الفرقه. بالظبط كده. طيب على مستوى اختيارات فيتوريا للمنتخب، شفنا قائمه مبدئيه لكاس الامم الافريقيه 55 لاعب هيتم تقليصها ل 27 لاعب، رأيك في الاختيارات في القائمة ال 55؟ مين اللعيبة اللي كنت تتوقع إن هي تكون موجودة وما بقتش موجودة، واللعيبة اللي اتفاجئت إنها موجودة في القائمة؟ أعتقد إن هي يعني قائمة معقولة جدا. بس أنت يعني أنا شايف من وجهة نظري بتكلم في علي لطفي مأدي موسم هايل مع زد وماشي تاني الدوري بعد بيراميدز، مش موجود في السبعة، مش موجود في السبعة الحراس. انت في نادي الزمالك واخد صبحي وعواد الجون، مع صبحي الاثنين ما بيلعبوش على طول، واحد بيلعب واحد بيقعد. بتتكلم الحارس الاساسي والاحتياطي بتاعه. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اخد الحارس الاساسي اللي بيلعب اصلا عواد. صحيح. ومعايا علي لطفي. يبقى في تنافس او في تكافؤ للفرص ما بين الحراس اللي مأديها بشكل كويس. ما هو يعني الراجل عامل موسم هايل مع زد، ماتشات كتير قوي خارج كلين شيت، ضربات جزاء كتير جدا شايلها، وواصل بفرقته للمركز الثاني في الدوري المصري. في المراكز الثانيه طيب مين اللعيبه اللي كنت تتمنى انها تكون موجوده؟ يعني مفيش حد مميز قوي يعني. هو كله حاطط كله بصراحه. يعني حتى الونش لسه راجع من الاصابه موجود. وحجازي لسه راجع برضه موجود. وحجازي لسه راجع من الاصابه موجود. صحيح. فالناس دي مأديه بشكل كويس وليها تاريخ قبل كده مع منتخب مصر ومع الفرقه بتاعتها، فموجودين. هو صحيح. القائمه معقوله جدا يعني. بس انا يعني التعقيب بتاعي في الحته بتاعت الحارس المرمى. صحيح. علي لطفي واخد ست سبع لعيبه او ست سبع حراس موجودين كلهم ما شاء الله حاجه كويسه جدا، بس في ما في برضه. صحيح. طيب يعني بشكل عام نتمنى ان شاء الله ان المنتخب
يحقق بطوله قويه ويحقق اللقب باذن الله. يا رب. كابتن عبد الله للاسف وقتنا خلص، بشكرك شكرا جزيلا يعني اتشرفنا بوجود حضرتك معانا. انا شرف ليا يا حوده، انا كنت مبسوط جدا انا كنت معاك النهارده ومع الناس اللي موجوده كلها طاقم العمل. اتمنى ان شاء الله اللقاء يتجدد تاني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتمنى يعني كنا خفاف على الساده المشاهدين وعليكم. حبيبي ربنا يعزك يا كابتن. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، تصبحوا على خير والى اللقاء.